بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تقريبا وصلنا الى اخر شابتر 6، وهنتكلم على heat of solution and dilution، حرارة التخفيف للمحاليل. بقول لي في عندي حاجة اسمها the enthalpy of solution اللي رمزها او بنرمز لها بالرمز delta H solution، عبارة عن ايه؟ بقول لي if the heat generator or absorbed هي كمية الحرارة المنطلقة او المنتصة. امتى؟ When a certain amount of solute dissolves in a certain amount of solvent، لما بتدوب كمية معينة محددة كده من المذهب في كمية كمان معلومة ومحددة من ايه المذيب، وبيكون عندها الدلتا H solution بيساوي ال H solution ناقص ال H components. في عندي حاجة تانية اسمها ايه اللاتس انرجي اللي بنرمز لها بالرمز U، اللي هي طاقة الشبكة. طب يعني ايه طاقة الشبكة اللي هي اللاتس انرجي؟ بقول لي the energy required، الطاقة اللي محتاجها او الطاقة المطلوبة to separate a mole of an ionic solid into gaseous ions. يعني ايه بيقول لي؟ بقول لي طاقة الشبكة هي عبارة عن الطاقة المطلوبة لتأيون مول واحد، بس شرط يكون ايه؟ مركب ايوني صلب الى ايه بقى؟ ايونات بس في الحالة الغازية. ده تعريف ايه؟ اللاتس انرجي. تعال نشوف المثال ده على اللاتس انرجي. لو عندي مثلا NaCl solid وديت له انرجي اللي هي اليو، يعني اللاتس انرجي، اما كان solid اتحول الى Na positive ion gas، وتحول كمان او طلع لي Cl negative ion gas، ده عبارة عن example لايه؟ للاتس انرجي اذا اديتها لايه؟ لايونات solid. طب في عندي حاجة اسمها الهايدريشن او تعريف الهايدريشن. كلنا سمعنا كلمة hydration قبل كده، بيسموه الإماهة بالعربية. واللي إذا attachment of water molecules to the molecules of another a substance، يعني بيقول لي ارتباط جزيئات مية الwater molecules يعني بجزيئات إيه مادة أخرى، فبيكون الأيون الآخر ده أو الأيون التاني اللي من substance محاط بجزيئات إيه المية. ده تعريف hydration. طب في حرارة بتطلع بقى من عملية الهيدريشن بيسموها heat of hydration. الheat of hydration عبارة عن ايه؟ بيقول when ions dissolve in water، لما بتدوب ايونات في مية، the stabilizing interactions that result release energy. بيقول لي ايه؟ ان الايونات ده لما بتدوب في المية عشان تمنح عملية الاستقرار وتبعد عن بعضها وتبدأ مستقر، ما تقربش من بعضها تاني او تلزقش من بعضها تاني، بتطلع منها حرارة. الحرارة دي بيسموها heat of hydration، وبيكون عندها الدلتا H solution بتساوي ال U اللي هي عبارة عن ايه؟ ما فاكرين اللي هي اللاتس انرجي زائد الدلتا H ايه؟ hydration. القوانين دي نحفظها عشان لما نيجي ايه؟ نحل المسائل. تعال نشوف السؤال ده على اللاتس انرجي. بيقول لي if the lattice energy of NaCl بتساوي الرقم ده كيلو جول على كل 1 مول، and its heat of hydration، وكانت heat of hydration الرقم ده لكل 1 مول. Calculate the enthalpy change of NaCl solution. عايز ايه؟ الدلتا H solution. طيب مديني ايه فوق؟ تعال نفسر المسألة. بقول لي كانت اللاتس انرجي ل NaCl، ال NaCl هنا solid وادانا له طاقة اللي بيسموها اللاتس انرجي اللي هي اليو، مقدارها الرقم ده. وبعد كده أخدنا الـ NaCl بعد ما تفكك إلى الأيونز اللي هو نيجاتيف أيون البوزيتيف أيون والنيجاتيف أيون، حطيناها في مية وهيت أوف هايدريشن، كانت حرارة الهايدريشن مقدارها كذا. تعال نكتب المعادلات. أول حاجة عندي الـ NaCl كانت سوليد، الـ NaCl سوليد اتفككت إلى Na بوزيتيف أيون جاز وطلعت لي كمان Cl negative ion gas، وامتصت كمية حرارة مقدارها كام؟ 788. أخدت بعد كده الـ Na والـ Cl وحطيتهم فين؟ في مية. عملية الهايدريشن صح؟ يبقى الـ Na positive ion gas والـ Cl negative ion gas حطيتهم في مية، طلعوا لي الـ Na positive ion aqueous والـ Cl negative ion aqueous، ودي عملية الهايدريشن صح؟ وطردت كمية حرارة مقدارها الرقم ده. طيب
هنعمل ايه الوقتي؟ احنا بعد ما كتبنا المعادلات هنشيل المتشابهات. مين المتشابه عندي؟ اول حاجة الـ NA مع الـ NA نشيلهم. كمان عندي ايه؟ ها؟ ايوه سامعكم، CL والـ CL، يبقى الكلور مع الكلور هنا نشيلهم مع بعض. بعد ما شلنا من الطرفين المتشابهات يفضل لـ NaCl solid وتفكك الى Na positive ion aqueous زائد CL negative ion aqueous. تعال نكتبهم تحت. ده الـ NaCl solid اتحول الى Na positive والـ CL negative. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجمع الاثنين مع بعض، الدلتا اتش مع بعض. ليه؟ لان عند الدلتا اتش سوليوشن اللي انا محتاج اطلعها بتساوي اليو اللي هي اللاتس انرجي اللي ادهاني زائد الدلتا اتش اوف هيدريشن. تعال نجمعهم مع بعض كده، هذا كده الرقم ده زائد الرقم ده، جبنا الكالكوليتر وحسبناها، المفروض تطلع لي كده 4 كيلو جول لكل 1 مول. ده معناها ايه؟ ان انا محتاج، او لو انا حطيت ال NaCl في الميه بيعمل ايه؟ بيديني 4 كيلو جول على كل 1 مول. لكن انا بعمل ايه؟ هل 4 كيلو دي بتطلع بتردها ولا بمتصها؟ ايه رايكم؟ طبعا فاكرين، لان احنا قلنا اذا كانت عندي الاشاره بالبوزيتيف معناه انه امتص كميه حراره او محتاج كميه حراره مقدارها 4 كيلو جول على كل ايه؟ 1 مول. هيت اوف دايليوشن، حراره التخفيف. بنعرف حراره التخفيف ان هي الهيت تشينج اسوسييتد وذ ذا دايليوشن بروسيس، بيبقى التغير في الحراره المصاحب لعمليه ايه؟ التخفيف. لما نحب نخفف بقى محلول مركز بنعمل ايه؟ بيقول لي ان adding more acid releases more heat، لما بضيف acid كتير بيطلع على حرارة كتيرة جدا، and is very exothermic، يعني بترد لكمية حرارة عالية او كتيرة. if you add water to acid it forms an extremely concentrated solution acid، يعني بقول لي اذا انت ضفت مية للأسد بيكون لي محلول مركز جدا، وبالتالي ممكن يحصل منه ايه؟ فوران، ممكن يغلي، ممكن يطلع لك كمية حرارة عالية. لكن الوضع الطبيعي او الوضع الاسلم انك تعمل ايه؟ تعمل العكس، تجيب كمية مية معينة او كمية مية كتيرة وتبدأ تحط نقط صغيرة من الكونسنتريتد أسد وتقلب بصفة مستمرة، نحط نقط او كمية قليلة جدا من الاسد ونبدأ نعمل عملية التقليب، وبالتالي في الحالة دي نتجنب ان احنا نعمل فوران او غليان او يطلع مثلا احماض او بابلز ممكن تحرق الايدين او يعني تطلع في المكان تحرق المكان عامة او تحرق اجزاء كتيرة جدا من المكان. وبنهاية الجزء ده نكون خلصنا شابتر 6. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا معايا، واللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت يقدر يرجع لها تاني عشان يتابع شرح الشابتر ككل. والسلام عليكم ورحمة الله.